فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الثناء لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا نعاوى وحكتها بنين وهدو اللي لهذو وتزكية النفس، أما تزكية النفوس. كلمة تزكية قرآن كأي كتمت، لكن دتك وحي استعمالا تربية، تربية النفس أي الاستعمالا تربية وحي كدك أنت وكبعين نفت اللي كبعين أيو أما الله بربارين أيو أما الله هجاجين أيو نفت أو للح حساب تم أيو ويان سيدان أقنا هاي أيها الإخوة قف كوحو ككو بني هاي جسد هي الروح أيو ككو بني أما وحم وقضاء هي وح قرصون دتك وحي كد دالان او اهتمام لسارة وحم وقضى قلفتن سارة جرك هدو جركو قبو الدرنتين كليل بادل الرادين كليل هداد جركو كلاضو قبو اياد الرادين هدو وسخوضو والله ميري يعني دتك اهتمام كا وحي آدو الى ليان قلفتن سارة جركن سارة أيلا إلى اليوم وحنا مهمة إلا كبعيو ألا إلى اليوم ونفته والروح ذا وقلبه وماش إلهه وأجي سبحانه وتعالى. نعم جسد كان إسلامك إلى ليه بكلية اهتمام صار بالكلية، لكن وحك أولي سن وكم مهم سن روح ذا إياكم نهمس قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أنت واحد لقاري سيدا شرك الله إلى اليوم نختار هذا واحد شراء دونك مركا قاري قيبا قيب سن قرحين تقفك قفك بقى أتقى يوحي لأوان فال حمه هل قرحية سنك الله يرايو دغا الله يرايو محي هولي دي نسا وين النسا هل يرايو جيبي قفكي وحليه هل قرحيو دب هل يدس حقا سو انسان كو غاري سدو جسد كان ظاهر كا قلفتن موقت سدو الى لله، لكن وحا مهمة قلبك روح دا نفته وحا قرصون ايا ان مهمه وين لصارو تاسا إلا بربارية جسد كسر قال لي مسلم والاهتمام كوالا سارا قال هذا إلهي مركم منافقين تأكور رمي إلهي محيلي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم منافقين تهدد اكتب إلهي كوري منك منافقة تعجبك أجسامهم تركوا وكو عجب قليل هبكوا أولي سيها هبكوا يهي سلوها الله يو وإن يقولوا تسمع لقولهم هدي هلان فساحدو دو ريسنبا ومنافقة وذكر إلهي كأنهم خشب مسندة قيمة مال قلبك سوى فارق إيمان ما هيو روح دي سوى ككع لكن تركي سن يقلف تنصر آد بقرح بدية هذا الكي سوى عد عدية هيو فصيح لكن إيمان إيا الروح إيا قلبي إيا اطمئنان حسلوني إيا ذكري إيا وناقا ما هيو إلهي وحد أغاتا ماشي قراتو آكتو وقلبك
jirkaagu ama ha weynaado ama ha yaraado ama ha burnaado ama ha casaado ama ha qurux bato ama afool xumaado, ilaahay ma eegayo. Ina allaha laa nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam, waa xadiid nebigu waxa uu yidhi, ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. ilaahay ma eegayo suuraddaada, kana qurux badan ee ajar badan sii ma jirto, kana buuran ee xasanaadka loo badiya ma jirto. ilaahay waxa uu eegayaa waa qalbiga. qalbigaaga hadduu khayr ku jiro, iimaan haddaad haysid iyo wanaag aad haysid, taasuu ilaahay wax kugu siinayaa. in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayraa. ilaahay waxa uule quluubtiina ilaahay hadduu khayr iyo wanaag uu ku ogaado, ilaahay khayr buu ina siin, wanaag buu ilaahay ina siin. laakiin qalbigaaga haddii laga waayo khayr iyo iimaan iyo ruuxdaada laga waayo, itmiinaan iyo xasilooni laga waayo, ilaahay waxa ku siinaya male. asxaabtii ilaahay muxuu ugu kaalmeeyey, maxaa loogu nusreeyey asxaabtii? ilaahay waxa uu leeyay, facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim. ilaahay hadda wuxuu ogaaday quluubtooda khayrka iyo iimaanka ay hayaan iyo naftooda si u tasgiyeeyeen, u barbaariyeen, u tarbiyadeeyeen. ilaahay markuu ogaaday naftan wanaagga iyo iimaanka ay hayso, ayuu ilaahay nasrigiisii iyo guushii iyo wanaaggii iyo khayrkii ilaahay u soo dejiyey. marka ugu horey, facalima maa fii quluubihim, qalbigoogaa la ogaaday. kadibna faanzala asakiinata calayhim, maanta waxaa la dhahay ilaahow nasrak, ilaahow nasrak, quluubteennina waa khaawiya. ilaahay idan wuxuu ilaahay u eegaa waa qalbiga, meesha u baahan in la maydho, jaanfeer lagu maydho, la daahir yeelo, waa qalbiga. maxaa laga maydhayaa? kufriga, xasadka, xiqdiga, baqdaaga, isku dirka, istustka, dadka la istuso, waxaas oo dhan baa laga maydhayaa. qalbi daahira oo nadiifa, haba dhubnaatid, habad casaatid, saad doontid jirkaagu ha noqdo, laakiin qalbiga haddaad nadiifisid, barbaarisid, kobcisid, tarbiyadaysid, ilaahay wanaag iyo khayr oo dhanba ku siin. cabdillaahi ibnu mascuud wuxuu ahaa radia allaahu canhu, asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ragga ugu dhuudhuuban buu ahaa, ugu dhuudhuuban. marka la sheegaya cabdillaahi ibnu mascuud aad buu u gaabnaa radia allaahu canhu, saxaabi dhuudhuuban, jirkiisu u dhuuban yahay ayuu ahaa. laakiin cabdillaahi ibnu mascuud xaguu ka soo baxay madarasadii man? madarasatu rasuul sala allahu calayhi wasalam. cabdillaahi ibnu mascuud uu tabar yaraa, lugihiisan dhudhumihiisu aad bay xoogga maarata tafaha aad ba u dhudhubnaa lugihiisu. maalin maalimaha kamida radia allaahu canhu isagoo oo geed koraya oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu ay ag joogjoogaan hoos joogaan, ayuu geed buu koray si uu cadow uga soo jabsado. saxaabtii baa eegtay, tafihiisii bay arkeen oo aad u dhudhuuban, way ku qosqosileen radia allahu canhu. nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam, mima tadxakuun, maxaad ku qoslaysaan? lugihiisuu nebigu eegay markaasuu arkay lugihiisu aada u dhudhuuban. nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, atadxakuuna min diqati saaqayh, ma lugahan dhudhuuban baad ku qoslaysaan? buu nebigu yidhi, ma tafihiisan dhudhuuban ayay ku qoslaysaan. wallaahi innahumaa athqalu cinda allaahi min jabali uxud, wallaahi buu nebigu yidhi, labadaa dhudhuuban buurta jabal uxud la yidhaahdo, inta la agtahay jabal uxud walaba la yaqaanaa, way ka culus yihiin ilaahay agtiisa miisaanka. buurta weyn ee jabal uxud ayaa lugahaasi ka dhudhu, ayay ka culus yihiin. waa iimaan, xagganuu ka dhisan yahay ninku, xagganuu ka dhisan yahay. jasad kan yara dhuuban ha eegin. abuubakar sidiiq radia allaahu canhu, asxaabta nebiga wuxuu ka mid ahaa isaguna ragga ugu dhudhuuban buu ka mid ahaa, ragga ugu dhudhuuban ayuu ka mid ahaa. laakiin abuubakar ayaa iimaan ku gaadhay, abuubakar ayaa ku gaadhay khushuuc, abuubakar ayaa ku gaadhay tasgiyatu nafs, ayaa ku gaadhay alladii yu'tii maa lahu
يتزكى وكيلة هيلة مالكي سبحنا يا سو اسكو الظاهر يالو تربية أهل نفتي سم قم ريا إيمانك سكو كبعين يا كبربارين يا رضي الله عنه. أيها الإخوة، عالم صدح عالم باتشرة، عالم الملائكة عالم ليلة ملائكة ملائكته إلهي عقل بوسي، لكن وحشه والليلة هذا اللي مرك من يك عقل بيليهن شهوة ملائكة. عالم كاللبادنا وعالم الإنس ضدك إلهي عقلي إيه الشهوة بوكل ركبي إنسانك ضدك. عالم كالصدحادنا وحالي عالم البهائم شهوة بوليهي لكن عقل ملك عقل ملك. إنسان كاني إلهي عقلي قينا وأوديبي شهوة دينا والغر ركبي الله وديبا هدو عقلي يسن وكفى إذا يستو شهودي سقرته ملائكة إلهي أيك خير بدنانيا محيا لما ملائكته ملأ شهود ملأ سقو شهودي سيو قبت عقلي يسيب وكفى إذا يست هدو عقلي وكفى إذا يسن وايو وشهودي سأرى عنا محنقن محنقن حيوان حيوان كأوكهو سيا حان حيوان كمحاد الظلمي حيوان كعقلي ملأ إلهي مركو كور رمي قال هذا محو إلهي إنهم إلا كالأنعام حوالها إلا مديهم بو إلهي بل هم أضل حيوان كوي كهو سيان بو إلهي حيوان كو عقل ملك كان عقل بو ليك مو فايد يسن عقل يس بل هم أضل أولئك هم الغافلون كواسي وقار قفلون عقل عقل قوي كفا إذا يسموه شهودي بالراعين شهودي أي الراعين هذا بو كهو سيا إنسانكو هذا عقل جيس وكفى إذا يسوى أيو حيوانك أيو كهو سيا محونا قنا يا عيد مي عيد وكسي هو سيا عيد وحى نقنا يا مالك قيامه حيوانك نقنا يا يوم يقول الكافر عيد قرآنكم حايد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مكو أركو مالك قيامها حيوانك أعيد لقد نقيو حيوانك أعيد لقد نقيو قيامها مكو أركو أيا وحا أوليها وي شلي تذيد هو قيقئه ما نقضو ترابا عيد ما نقضو عيد ما نقضو أيولي عيد بتمنية عيد بكسيه سي أمحو نقل وحا نقل يا حجر دقاح ذا نار تلقوش هدو أي أغوه سيسال ليدي دقاح ذا نار تلقوش هدو أي درجة أغوه سيسال وقودها الناس والحجارة حقو لك قال داو نار توحى لقوه رينا يا أبو إلى هيري دقاح يضط درجة ذا سوسو قاري عيد وكسي هو سيسال دقاح ذا النار تلقو هورين أيو أيو ميلا قليا وقودها الناس والحجارة نار تا آخرة وحلقو هورين أيابو إله يلي طب دقاح يدد أيا لقو هورين أيا إنسانكو هدو عقل قيس وكفى إذا يسموا يا حيوانك وكليته حيوانك محال لو ظلمي عقل ملك حيوانك أيو كسيه وسيا وحا شيخ ليده هذا عبد الله التليدي كتاب بقري أن ليده هذا نصب الموائد وحا أكقري قصة عجيبة من فقيها وذاتك فقيها قرني أيا الله يرسي من ميت من دنتي أمره ورميت بماشي إليك على ميت بذيل ويمت مركي والباب كي وحدي وميت كي كقاضي كفن كي مرادي دلتا لو كقاضي وحا دب وبوذي وارققحي ونحي محول لبوذي ولا ارققحي وحا وليه اقسم بالله العظيم الهي ما كنت دارنا اياه
waxaan arkay maydkii qofkii oo fii suurati khinziir wejigiisii, wejigii doofaarka oo kale, khinziir wejigiisii. Inta kale waa qof caadiya jasadkiisu, laakiin wejigiisiiba waxa uu isku bedelay waa maxay? Weji khinziir buu isku bedelay, khinziir. Waan argagaxay buu, waan baxsaday, waan naxay, waa doofaar. yacnii wax qofkan cayno, qofkaas waa qof doofaar la yidhaahda. suuraddii ugu xumayd buu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii u bedelay. maxaa dhacay? waxa uu yidhi haweenaydiisii baan weydiiyey, odaygaagu muxuu samayn jiray? waxa ay tiri sixirka ayuu samayn jiray, kitaab qur'aana ayuu meel ku aasay, ciid buu ku durrogay oo ku dulkaansi jiray. acuudu billaah, kitaab qur'aana. gaalnimadu xaggaasay ka gaadhay. insaanku xayawaanka uu ka hooseeyaa markuu caqligiisa uu ka faa'iidaysan waayo, markuu naftiisa uu daahiri waayo, xayawaanka uu ka hooseeyaa. khinziir ayuu noqday qofkii. kitaabkii ilaahay uu ilaahay inoo soo diray, kitaabka qur'aanka ah, ay siigadu xaggaa ku dish ayuu ka faa'iidaysan waayo. kitaabkii buu aasay uu ku dulkaadsayaa weliba. waa kitaabkii uu ilaahay lahaa innahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tus'aluun. kitaabkani nebi allow sharaf buu kuu yahay, wanaag buu kuu yahay adiga iyo qoomkaaga, wanaag buu inii yahay. innahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tus'aluun, sharaf buu inii yahay, wanaag buu inii yahay. waa kitaabkii la isku dahirayay, la isku tarbiyadaynayay, nafta lagu dahirayay, ayuu insaankii aasay uu ku kaajiyay. insaankani wuxuu isku dahirayaa waa cibaade iyo khayr iyo wanaag. maalinka uu ka tago cibaade iyo wanaag iyo khayr uu ka tago, qalaq buu ku noolaan, cidhiidhi buu ku noolaan, nolol wanaagsan ma helayo. ilaahay waxa uu leeyay alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, qalbigu wuxuu ku xasilaa. ma aha lacag badan, xoolo badan ma aha, haween qurux badan ma aha, wuxuu ku xasilaa dikrigu, dikriga ilaahay, qur'aanka, nebiga oo lagu salliyay calayhi salaatu wasalaam, dikriga subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar, aakhiro ood xasuusatid, kaasaad iimaan ku heli, kaasaad qof ku noqon, soo jeeda aad ku noqonays. laakiin maalinka aad ka tegtid, noloshaadu gebi waxay isku bedeli danka cidhiidhi. ilaahay waxa uu leeyahay waman acrada can dikrii fainna lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa. ilaahay waxa uu leeyahay ninka aayaadkayga ka jeest, dikriga ka jeest, nebiga inuu ku dayda calayhi salaatu wasalaam iska diida, aayaadkayga ka jeesta, kowniga aayaadkayga qur'aaniga a ka jeesta, nolosha adduunka waxa uu ku leeyahay maciishatan danka, nolol qadhaadh buu ku leeyahay. haweeneyda ugu quruxda badan haba qabo, guriga ugu fiican, fiilada ugu fiican haba galo, baabuurka ugu quruxda badan haba wato, cidhiidhi buu ku nool yahay, dank qadhaadh, waa isdilayaa, kinin buu habeenka ku seexanayaa, wuxuu ku riyoonayaa waxyaalo kale, argagax buu ku jiraa, wuu sasayaa. maxaa yeelay khushuuc ma hayo, ma hayo xasilooni, ma hayo, noloshiisa oo dhan waa qadhaadh. aakhirana ilaahay waxa uu leeyahay waxaanu keeni isaga oo indhala, markaasuu ana rabbi lima xashartanii acma, ilaahu meeshan maxaad ii keentay anigoo indhala, waqad kuntu basiira, adduunka markaan joogay waan indhaqabay. ilaahay muxuu ku oran? qaala kadalika, waa sida atadka aayaatuna, aayadahaygii baa ku yimid, laysku dahirayay, tasqiyatu nufuus lagu helayay, laysku barbaarinayay ayaa ku timid. atadka aayaatuna fanasiitaha, waad iska ilowday, waa lagu washaa baa tiri qur'aanka. waxaad tiri qur'aanka, qur'aan baad nala daba socotaan, qur'aanku waa laga tegay,
أتتك آياتنا آياتها يجيبها كوي من نبي محمد بكوي من صلى الله عليه وسلم واتكشيست واتكشيست دينتي واتكديد أتتك آياتنا فنسيتها والإلوذي ما الآخرين كما وانتوبين فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أذو إن الله ينار تلوغو توري ولغو إلوذي إله إلي هاي يالي آياتي كما جيت بابور كدون تدوضو قريقا دون تدقل ذكري إلهي آياتك إلهي مالك أتكتشي تشتي يا ويلك هو قاقا قصة بقاهرة كدعضي نين أيا رق أسكرة وإيمان شير هبينك ولا عوين شير صلاة كعان ساقو مكة وحقا سوسك فردية مروال بصلاة ويانا وأسكرتي مايو ولا فردية وشكايا ودوا ودوا شرق دنبو ودوا وحنا داعي شاكدنا داعي سيدان وربو ملا وكانا وركا سوء نبو ورما ايكو كريواية صلاة دي عبادة دي ايا خير كي ايا نفتي سئين وطهيرا ايكو كريواية سوى البلايني ولا كريواية وحق ليه الراويق قصد سوقري إلهي بان كنت دارني إنا ننكدرين إير قصد سيدة ودعلي وحق ليه مال المال ما هكمد أما قيلا ما قلني وان يعني قرقي سيبان تقني وحنا لغوي لي صاحب كيم بارنت إنا لله وإنا إليه راجعون وان أرقك حني بولي نكي مسؤولك أهابا أشاقني waxa uu yiri si wanaagsan ha loo aaso aaskiisa laga qayb galo janaasadiisa ha lagu qaado fardaha lagu qaado farday iyo mar si wanaagsan ban sin sare ayaa loo aasaya waxa uu yiri salaam ba labixiyay laanahu no shaqayn jiray warku uu keenay jiray sardoon ayuu ah laakiin salaad ma tukaneen diin mu uqoon waxa uu yiri وحان أكحين حقا إي جنازة ميتك قبري قعيان أكحين وحان كوضنا وقبري وماشي كبقر كو قلي فقير كو قلي مسكين كو قلي قيب اللو ولا قلي ويا قبري قيب أنا وضنا وحا أي رسال أسعني إلهي بان كنت نارتا أي فرضيه بان ديضي ولا إسكو ياعي وان ولا أرققحني فرضيه ولا بوديه وان استغني وامس الهي او اوغيه انتو ليغيه انو سو اردي حقو كسوبخاي قبري نينكا اربنا ان كوريد نو كسوبخاي فوالله الذي لا اله غيره قبريغو كسوبخو و خو سو اردي يا حقا يا نينك وان اسكو ارغا غخني بيولي وان يعني قبري وحا او يري وا بحل مس او بدارلي عدانا مدحيش متصري او افكا كالفوري وحا او يري مركي ان يعنين ولا ارقك احنا افردين ايا عين ايو اسكي جوك سري وحوغا وانكفو قاني قف قف الله اللي كرم له مس انتالك ومركي اوه ريسين ارق نبو كلي ويني ده يعني وحا او كرا فرسك قبل يسعين اللقاء وحا او يري وان اسوالة تاقني انكو ولا ارقك احسن ماشي ما نستغني حوغا مركان صوير ميرسني ايان نري فر الاير هم ايغنو انت ايغنو بل هن لا سو بحسن ميتك وحا ويلي سيسير اهانا انت الاير رق ادرني ايان لا سو عررني ميتك دبو اسكا نوقدي هوغي قبرغي ان قودني ايو كو نوقدي وحا ويلي قبر كره ايان قدني ميل شم بقل او متر كف قبر قهوري ايان كقدني مركي ان دون ان كرد كرغلو كردنا اسغا وحا نوغ سو بودي بمسكي انتي لاك قبرغي كلك صباح ارغغح وان ولا يعني بيقول غبيغي وان يعني وحا ويري كدب وحوغا مركان كا
dhumannay ayaan iyo dib u noqday. Hadal kale ma leh. Sheekh baa nagu jiray, sheekhii baa soo baxay, dadkii buu wacdiyey. Sheekhii ayaa waxa uu yidhi, ayuha alqowm innahu wallaahi la darsun lakum yajibu an laa yunsa, waa darsi dadow wax ku qaadsa, waajiba in la iloobin, waa cibra liman yactabir, qofku cibra wax ku qaadanaya cibra u noqonaysa dadow. ilaahay waxa uu doonayaa inuu ina tuso aayaadkiis, wax walba ilaahay inuu karo dadow ilaahay u toobadkana sheekhiiba xaggii ku waanay dadkii. Kadibna sheekhii ayaa u soo dhaqaaqay xagga iyo maski, waxa uu ku yidhi isaga oo maski la hadlaya, nebigaa noo sheegay sallallaahu calayhi wasallam in qofka cibaadada ka taga iyo salaadda maskaa lagu sallin, masow noo kaadi intaan aasayno. Waxa uu yidhi maski waan noqday, waan ku rognay annaka oo degdegan oo wala argagaxsan midba midka kale uuna la hadlayn, ayaan ku tuurnay luxud geli iyo ma jirto, waan ku tuurnay ciidda ku raga horay ka gaarsii, mid walba uu argagaxsan yahay buu ku leeyahay, war isku ma hayno. Waxa uu yidhi sidii bahiimo lax dhimatay oo kale ayaan qofkii ku rognay, dhagax hagaaji iyo rushaaya u duceeya ma jirto, waan ka yaacnay meesha. Qisadaasi waa run, wallaahi aladii laa ilaaha gayru, saasuu leeyahay, waxaan ku dhaaranayaa ilaahay qaahirayna ka dhacday. Sheekh kale waxa uu leeyahay oo qisadaas oo kale, waxaa la yidhahdaa saciid ibni musfir ayaa la yidhaahdaa, waxa uu leeyahay taas oo kalea dhacday. Laakiin markii saddexaad uu nagu soo baxay, maydkii buu isku laalaabay, markaasaan maqlayna jajabista u jajabinaya qaqaqa isagoo maydka lafihiis jabinaya. Walaa xawla walaa quwata ilaa billaah, insaankii karaamada lahaa ilaahay uu yidhi fa amaatahu thumma amaatahu fa aqbarah, ilaahay qofkii siduu u sharfiyey u karaameeyey qofkii marka uu dhinto ha la aaso, ha la aasaa la yidhi, ha la asturo qofkii. Xataa insaankii markuu naftiisii uu tasgiyeyn waayey uu hagaajin waayey uu cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaaggii uu ka tegey, xataa waxaa sugaya qabrigiisa, waxaa ku sugaya abeesadaas ama maskaas ayaa sugaya hoggiisa. Ina nebi aadam kama faa'iidaysanayo waktigiis, cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaaggii la isku taskiyeynayay ayuu ka tegey. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa qur'aanka uu ku leeyahay, qad aflaxa man tazakka, laakiin aayaadka ka horeeya haddaad soo akhridid, ilaahay waxa uu dhaaranayaa 11 goor ayuu ilaahay dhaaranayaa. Bal ina nebi aadama maxaa kaa madax adag, ilaahay baa kuu dhaaranaya, markuu ma dhaaran, wallaahi ilaahay kuma oran, 11 goor buu dhaaranaya. Waa suuradda quraatu ilaahay 11 goor u dhaaranayo. Ilaahay muxuu dhaaranaya? Bal u fiirso, ilaahay waxa le washamsi waduxaaha, washamsi waduxaaha, dada waxaan ku dhaaranayaa cadceedda iyo iftiinkeeda, walqamari idaa talaaha, dayaxu markuu cadceedda iftiinkeyga oo kale u yeesho ayaan ku dhaaranayaa, wannahaari idaa jallaaha, maaliku markuu iftiinkiisu u soo baxo, walleyli idaa yakshaaha, habeenku markuu aada u madoobaado, wassamaai wamaa banaah, samada iyo rabbigii dhisaan ku dhaaranayaa, walardi wamaa daxaah, dhulka iyo rabbigii gogle baan ku dhaaranayaa, wanafsin wamaa sawaah, ilaaha nafta wanaageega hagaajiyey ayaan ku dhaaranayaa, fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha, khayrkeega iyo wanaageegaba u kala caddeeyey ayaan ku dhaaranayaa. ilaahu maxaad u dhaaran, 11 goor bay ilaahay dhaartay, maxaad u dhaaran rabbiyo, maxaa kaa dhaarsiyey? ilaahay waxa uu leeyahay qad aflaxa, dadow waxaa liibaanay, oo xaqiiqa oo shaki uu ku jiri, dadow waxaa liibaanay, man zakaaha, ninka naftiisa tahira, mayra tarbiyadeeya, xumaanta ka maydha, xiqdiga ka maydha, xasadka ka maydha, naftiisa kobciye ee hagaajiye naftiisa.
هجاتية قلبي سن نظيفية كاسا ددو لي بالي ووناقي يا خير إيو بش بش يبرواق بأسو قنبو إلهي لي كاس أيا اللي بانبو إلهي وقد خاب وحا هوغي أو خساري من دساها كنفتي سكتنتي وآبي يلين موناك بيكسو قنتا هاي ما خير بيكسو قنتا هاي ما شرب وآبي يلين لا قنية وحوال با حارانية حارانية وحوال با لا قنية كاسا هوغي بو إلهي لي قد أفلح من تزكى وحليباني قف كنفتي سطهيرا وذكر اسم ربه فصلى ربي إلهي مجعيس حصي صلاة تكذي كاسا ليباني بو إلهي لي إلهي باكور دارتك إلهي باكور إن النبي آدم وانكور دارانيا وانكور دارانيا إن النبي آدم وحانكور دارانيا آياتك يكور دارانيا إن النبي آدم ليباني خير من دوني سائي ونال نفطر إلالي قلبي جن إلالي وحن قرصون إلالي تحصل أنو كله حساب تمية هدا تكون عسيل وده هجاتي كاسا كوو جرجاري كاسا وحوسين كاسا كوو كالمين كاسا الليبان يا خير كوجاري مالك أدك جيست مالك أدك ديدي مالك أنا وده وقت وده خسرت بإلهي كلية أعراب النب بدوة قدامك سفوشة أيها وحى أم قرين القرآن أخرية والطور أخرية مركو قرآنك أما والنجم هو أخرية مركو سوق قاعدين إنك قارئة فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون تمارك يسبق الدعي جب ولا قبتوح على ورم حاكو هلا وحى أقول إنسان كان مدح أذكى إنسان كان مدح أذكى إلهي برمي واي إلى إلهي وقدرت إن النبي آدم وانكور دارنا يا أوان شير حق بنا إلهي بقدر سي إنسان كان ماذا هذا كابيل إن النبي آدم نفتني وحي ربطة إن التزكيس إن الميل بين ربطة شر أرضن يكسو بودي لكن أنا ثقة بين ربطة إلهي وحوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس نفتي وحول بكسو أرضية ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلهي وحول أنك كعب ستلا كلك ربي نفتي سطهيرا إلى لي ونهى النفس نفت كعب سأديد النفس عن الهوى هو ذا أديد فإن الجنة هي المأوى كاسي جبا جبادي سئي ماشا وقدم بين يوم واتشنئي وناقب إلهي إذن وحا أغهر أي نفتي قفك خيرك أغهر أي وناقي وقفك النفتي سطهرة كاس أغهر أي تزكية النفوس نفت أولا الطهرة للنظيفية أولا البربارية أولا الميرو ووظيفة الأنبياء إله الرسوشي سمحوا صدري وظيفة قبنية المحية هي تتك إن الطهيران أو الميران أيها نفتو إن الطهيران حتى حقني أهجاكتو ترك جسدك أنتي سكلوها جاجي نبي جايل عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضقة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ضضب سأسأل لي النبي عليه الصلاة هوي ألا هوي بوي النبي عليه الصلاة والسلام هوي دادو جسدك وحا كتيرا حبيا متغير يا كتيرت هلي بيربا كتيرا وصلت يرو هلي با وصلت دا سي هده هاك سناتو جرك انتي سكالو هاك هده حماتنا جرك انتي سكالو حمان وقلبي انبياء دا وظيفة دا وحا يتقلبك إلي هاك شيان إساقا هاك جرك انتي سكال إساقا هاك وظيفة الانبياء وإني ماشى هجاتيا ربنا ونبي الله إبراهيم عليه السلام أيامك الدعين محاول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إله أسر رسوليك كمذا وآياتك أكبر حديث سبرا
يزكيهم أو طهرة نظيفية بربارية تربية ذي إله أسوصر نبي الله موسى عليه السلام مركي الله دير فرعون فرعون أو كبري فرعون أسخط قاضي أو كبري إله نمو شاكتي ما علمت لكم من إله مساسو لي ما علمت لكم من إله غير إله أن أنيق أهيني نماء غامبا أنيق إلهي سأقول أنا ربكم الأعلى ربي جيني وسري واني وكبري فرعون حتى شيطان بكي يا بيدي انا ماشي ما قاعدي ماشي الى الاله اني ما اشكت ما قاعدي ما علمت لكم من اله غير تاسو لي اله انا نجا هي اني ما اقول نبي موسى لي ارض فرعون اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون انه طغى ارض فرعون وكبري فقل هل لك إلى أن تزكى فرعون مكو قادي هل لك مكو قادي إلى أن تزكى من والبواد قادي خلاص إن يهضب ما استهري إلى أن تزكى ما استهري ما استربي يدي بل ماشن من نظيفني فرعون وأهديك إلى ربك فتخشى هنكو هنوني ربك هنكو برو آيات كيس ربك وهتكعب ستيني فرعون مكو قادي خلاص عمان والله قد ماشي قدام بيس ايات قاده ربي قال ايه ما اوصوا النقر وظيفه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تاسعه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم اله باله اله هو ككسر احصار اميينتي ان وحب اخرين وحب انقرنين شيء تافه ما لا يعني قايس كل ليني عرب اله معك كسر احصار رسولا منهم رسول اياك كمدا يتلو عليهم آياته آياتك إلهي بكو أخرية ويزكيهم وتزكيذين وطهري وحبوبري يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن كبري حكمة دبري حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا من قبل لفي ضلال كبير هذه مرق أبا حماني مرق هريك وشريني فساد لكن نبي محمد بأصاب بحي عليه الصلاة والسلام نبي محمد بحقي أويري نبي محمد بطهري نبي محمد بنحفدي عليه الصلاة والسلام نبي محمد بكان أويري أول بربارني كان أويري أول إلهي كعبس كان أويري أكل لا تقضب نبي محمد بنحفدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز إكتي وأب وأذي وإن يرى شابا ومربي ومعلم وإمام وهجامي ومدحوين ومسكين عليه الصلاة والسلام قاتون يرد حدثك قحرية نقح لنا أولبا مركي كأيجين أصحابت وكيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وحيكون أهدين من أدبك يا رسول الله رسولك إلهي أياك إدبي يأسن خصوصا صار رسولك إلهي لنا أولبا واتكب حدا خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نبي الله يسلمك وإدبي يسلمك وصوصا رسولك إلهي نبي محيي عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي إلهي بائي إدبيي إلهي بائي التزكيري إلهي بائي النظيفيي إلهي بائي صوصاري أدبني ربي فأحسن تأديبي نبي وحاول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحل إيسو صاري أخلاق ده بيعد تيد السرسارة إن أنتم يلو أنبوحي أيال إيسو صاري بالنبي عليه الصلاة والسلام إذن وظيفة الأنبياء محي أهي تزكية إن النفط بربريان إن ذاتك التربية ذيان أي أهي خلق مع الله يخلق مع الخلق إن لي مادان خالق الناس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة بالحسن تمحوها ثواري سواء ما الخلق مع الله أبكد إله ولا دقمي عبادتي ساء دينتي ساء أدول دقمي طلب هذا وخالق الناس بخلق حسن تتك أبكد ولا دقمي خلق مع الخلق كان دوحة كان مدوني وناك مدوني كان دوحة هلي بس قفك استهرا استربية ذي النفتي سإلالي كاوما جنده لي إلهي وحاولي ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات
فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. إلهي وحى أجري قفك قيامها يمادا السوق أو وناك بدن يا خير بدن صار شقيس جنوين قد صار صرع أي قليا بإلهي جنات عدن أي قليا أو وبياشي يا خير كؤس أدريري وكواريا بإلهي إلهي وحى لذلك وذلك أرن كاسئية جنضا سئية ولا قاسي وحو أسوغيها من تزكى منك استهرا التزكية اللي مادة التربية اللي مادة نفتي سكبعية إسئلالية فسادك إيا الشرك إيا حمانتا إسكميرا كاسو إلهي لي أيا جنضا قلي ولا قفو غينا يا نارت نارت إلا قفو غينا دوني تزكية اللي ما بس إلهي وحوي وسيجنبها الأتقى كالتقيقة أي النار تلقى فغينيا الذي يؤتي ماله يتزكى كالعكت بحين يمحو بحين يتزكى واستهريا ذنوبته اسكام ميريا شركه اسكام ميريا مساكين تسينيا فقراء تسينيا ذات كباهم تسينيا هوس كر انت بقو بحين واستهريا. تزكيته أيها الإخوة وقرقار وعون من الله إلهي ويديسو وعون إلهي أدون كي سقفكو الدونو إلهي سيا إلهي وحاويني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سورة نور. إلهي وحاويني فضلك إلهي هدين أهي كركينا ين حريست إلهي قف في تزكية مهلين ما زكى أحد منكم قف مده روبين ذنبك مفقادين ولكن الله يزكي من يشاء لكن إلهي قفك الدانه أي برباريا نفتس الطهيرا حما أنت كفقيا خيرك أجعلسيا. نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا إلهي ويدي سنتيري تزكيه إله نفتا برباري إله نفتا تزكي دي رئيسي حورنش للنبي قد دعادي سمحاهي اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إله ألك عبسي قيقة نفطي دي قرسي سي بر إله نفطا إيه طهر نبي محمد بأورنش رئيس صلى الله عليه وسلم نبي محمد الدنبي سيهار يكيد دنبال الدافي او إلهي وجه على خير خلق الله أها أي أولئك اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيها الإخوة الكرام نفتني وحي أبها أنت هاي تزكية إلا الطهير أي أبها أنت مجاهدة إلا لدغا لامو أي أبها أنت نفتن وحا كل مان شيطان بكل مان شيطان بمر والبهيست مر والبؤود خير كجرت مالك لها وسواس لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم شيطان بيلي إله هو حن كل رنا يا وين دادا إن النبي آدم مال والبا كجيما إن عميدي تان كجيما بدحنا كجيما حق هران كجيما حق الدمان كجيما إنتو دبضن هيلي ميس خير كهيلي ميس شرك لكن وحو إلوبي حق السريع حق هوس. يا ربي آتي نفسي تقواها قف من إله إلهي إلهي بريء يؤمر أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو الساجد إنه إلهي سجود إلى ربي إله كلمة لي لبضى سوء إله. إذن شيطانك مر والبوح الرب إنه حماك قرده نفتا وحى أبها أنت المجاهدة وادع إن النبي آدم مات والخلطنطي ربي إلى فلح سهنق طوبت كان إلهي حقي سوى أرض يا ربي يا ربي هاي يا ربي يا ربي أنق إلهي مر والبر إلهي وكوك المي نفتني وحي أبا هانتهي إلا الليليو بدكو أيها الإخوة برتم بالو قشرة ولا برتمية حق الله سعوده ما تقانا آخر الله سعوده بدكو عرريان والله سعوده قبورت أدي قبورت نويب حسنت قبوري ويب حسمي أدنوى سعوده والله والله سعد جيبهم ولا دمنتهم وح الله سعد وآخره
aakhira waa bank waxbaa la sii dhigtaa adduunka haddaad adduunka maa tegi bankiga adduunka ood oran lacaga la siiyo may tegi mays waa lagu qabano lagu xidhi maamaxay lacagta ma lacag baad noo dhib lacag dhigo kadibna lacagna weydiiso waxaan leenahay aakhiraan tegaynaa aakhira loo socdaa aakhira waa sanduuqu camal oo meel camal la dhigto maxaad dhigatay aakhiro dadku baratan bay ku jiraan waa la yaacayaa aakhira loo yaacayaa qoloftan waa baabuur mooteerkuna waa qalbiga qalbigu hadduu wanaagsan yaho iimaanhayo jirka ugu dhadhaqaaqi khushuuc baad heli cibaadada waa badsan soonka ku dhibi maayo zakadu ku dhibi mayso xaggana kuu fayo mooteerkana kuu fayo dadkii hore maxay naga badiyeen xaggana u fayoobay abubakar sadiiq camal badan maahay waa iimaanka iimaankana keenaya camal badan khayr badan keenaya laakiin iimaankan hadduu kaa xumaado ciiddu hadday gasho mooteerka maxaad u malay wasiigadu oo warqadu oo dhagaxu oo wax walba u galo baabuur muu dhaqaaqi hadda maxaan cibaadada u dhaqaaqi laanahay maxaan u tukan laanahay iimaankeeni muxuu waa iimaankeena daciif warqad baa ku jirta biraa ku jira qoryaa ku jira xan baa ku jirta cay baa ku jirta ilaah cay baa ku jira diin cay baa ku jira waxa xumaan oo dhan baa qalbigeeni ku jirta ma dhaqaaqaya baabuurki ilaahay wuxuu ihi kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa quluubtoodii daboolay waxay samaynayeen sharkii oo dhan iyo xumaantii oo dhan ayaa qalbiga ma dhaqaaqay baabuurki warqad baa ku jirta xumaan baa ku jirta cay baa ku jirta ka sifee waxan oo dhan istusnimada ka sifee ka sifee xiqdiga xasadka ka sifee xumaanta ka sifee dikriga ilaahay badi laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah cibaadada badi khayrka u jeedso qubuurta tag ku cibro qaado dadkan waa dad saadoo kale ahaayo quslayay cunayay cabayay ayay ahaayeen ku cibro qaado qur-aanka akhrintiisa badi iimaankaaga waxaad arkay adiga oo dhaqaaqaya adoo ooyayaad is arkay adoo salaatuliil kacayaad is arkay adoo xagga ugu jira xagga ugu horeeya ku jiraad is arkay waa dhaqaaqi marka laakiin haddaad isku ilowdid sidaas umaa dib usii socon ilaa marka dambena naarta lagu tuuro idan naftani awrka awrka lamid awrka wuxuu u baahan yahay intaan la rarin in la layliyo u baahan yahay waa la barayaa waxbaad ku tu waxbaad saari u tuuri kankaa lagu saari uu tuuri marka dambe uu baran ufalis u joogsan markaasaad wax ku rari kartaa naftanna waa sidaa waxay u baahan tahay in la layliyo iimaanka ku dadaasha khayrka aad ku dadaasha daacadda aad ku dadaasha way adkaysan marka soomka way adkaysan cibaadada way adkaysan wanaagga way adkaysan dadkii hore salafu haadihi alumma waxay ku dadaali jireen khayrka oo dhan iyo wanaagga oo dhan bay ku dadaali jireen haweenaydu odaygeygu markuu subaxdii uu ka baxayo waa dadkii hore salafu haadihi alumma albaabka u joogsanaysa iimaankeyga u fiirso maxay leedahay waryaahe waxaan karnaa adduunka gaajada adduunka waan adkaysan karnaa wax waayi mayno haddii aad wax soo weydid maanta adigaa baxayee haaraan ha noo soo qaadi adoo iska faaruqa noo kaalay haddaad wax soo weydid kaalay waan iska soomi karnaa waxbaan ismeelaha hadda waxa laadi kale duhurkii markuu soo noqdo awal shay u weydiinayso ma taqaanaa maanta muxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam adaan nebiga la joogay maanta maxaa qur-aan soo degay taasay weydiinaysa habeenkii markuu seexanayo waxay leedahay maad ii baahan tahay mise waan cibaadaystaa salaatulayl iyo cibaadaa ku jira haweenkeena maanta yaa weyleg haddaad wax keeni weydi xaaraan iyo xalaalba wax walba keen wax walba adoo dhiga baa lagu leeyahay saaxiibadee waxay haysataa waxa iyo waxa ganaaseerkan maan daba wadaa mid kale soo baxay oo lagu shido waxaasoo yacni waxa weeyaan mar walba waa iimaankii guryaheenii iimaankii baa ki caruurteenii iimaankii iimaankeenii baa wuxuu noqday ka kac odaygii iimaan mahay caruurtii iimaan mahay maxaad male markaa waa laysla walaqaynaya magaalada gebigeyga baad walqaynaysa magaalada gebiga maxay la qaynaysaa hal is waan isweydiino
قريبة ولا خلية يعني مدينة واحد يقول لي مركب مدينة أتسو جلسي مدينة هبنك مدينة قبي جي واحد مودي ساعة شني إنك 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 جوحس أي شني سمينس ملا جوح وصلاة لي يا عبادة يا خير يا دعاء يا أيال قتلة وهبنك صلاة لي يا عبادة يا خير بل قتلة مقال مدينة قبي جي أي جوحس إمكا مقالة حتى تكير بحد مقالة قبي جي جوحس هبنك حكي جوحس تلفزيون ما شدنا قيلة سعوتة كبد با سعوتة تلفون سعوتة وحبا ولا سعوتة مقالة قبي جي قضي إنك يسوى سلاين يا قضي سلاين تسوى مقالة قبي جي جوحس حلا جوحس وشر وحمان وتزكية لواهي نفتي أيا نقول ذلك روح دي بان نقول ذلك تاسا كنتي إن دتكو اسكو لك عن مالك أدويد خشوع أدويد مالك أدويد حسلوني أدويد مالك القرآن أخلي ويد مالك أي هوين يدادو أي صلاة أي تكل أو جو خلق يعديل يعباد كم بحس يدبات كم بحس واحد شري إنا ير قصدي سحقنا أكو قرنت حمزة اللي لهذو شيء من الدولة ديس أي واحد أضاني إنه جرسدو أي ضان وان تقي عبادة بضل مؤمنة ولا نزكي على الله أحد وحق أضاني إنه هوان عبادة بضل وخير بضل حجابا ودين تيد كد دالس إنه جرسدو هو يدي باتر أني يقول ده أنا كوس حلي كوس دورن قبل ير وقفلا الدين هذا مارس وهي وحي الرادي سبا الرادي سبا الرادي سبا قبل بأهش لكن قبل ناسي وح عبادة الليلة هذا ما تقانو قروح بيلا ضحي وضي حد موده قروح ديلا ويعد هاي هبين كشتني طبانات كسدو وفتي مضيح وفتي انتهى أدب قرح بنت ضرب هيسا سلانتي ويكه شيء وهذا المعانته يقبله أدب هذا المعانته سلانتي وورد عليه هاي وحن هو كان حور عين أن سلاتك لكن أول سؤال ويدي هاي سلاد ما يتكته هاي مرة ويتكته مرة ما يتكته مرة ويتكته مرة ما يتكته تا مرة ببويني يقرتك ذا حقي كم مرتي حقي كم مرتي هو هذا أمري وهوين إذا المكان أخلك سوق اللي يصير خلاص لكن ناق لم يدم جرت قروح ذي ذرك يسوي تهاي يصير شيطان كبا سجن كوي بيت هذا حجابيو هذا الصلاة بريو سك صو حرق لي هذا هذا أبيه بقى سجن هذا عنك جي بيت دنا عني دنا عنا الله جا أفوفي وسوق لي بس حيري أنا أرك أنا تكنا يا بس كبل لابد أن تصلى ده وحيله بهذا النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين طربت يداك النبي يقول حقول تدين تلك الددال تدين تلك الددال بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام قام أبو هبور وباني وحيري وجمان يري وحصل الليل هذا ويتكمل الله ويتكن ويد بش وغريس ويتكن سيدي بكوينات سيدي بكوكرت سيدي بعرر يقولش مر بيسكير تكتا لبع عرر يقولش لبويل يقولش حسي اللوني دي قولي قيسي وصلاة لقو تكني خشوعا لقوهي عبادة لقوهي وناك لقوهي عريري وحاو يري ومقنا شقدي بوتغي يذا يلبدي عروره اي دشاي ويكو قيل دا مر ولما ورنا كان فارس تا ابي وحا كو سمي ور هويدي وحا يدي بقيل سكو عيتمي سو عباده مال الدين ما هيست عروت يا ريت ضرب مارسا مقصلتي يكون مرس قسالدي مش انكي ركل لو ميري عروت كاتك ميدي وا لبا سنه يو door bilood buu jiraa midna waa shan bilood ayuu jiraa kii yaraa ayaa meel koray ala kulli kii kala qaaday siduu u wadeeyay qasaaladii ku riday
baasho wareegayso mashiinkii ki yaraa iyadana madbaxa ku jirta xaggiiba nafta kaga baxday way soo orodo ki yaraa kiyo afka haysto oo meesha taagan ayaa aragtay ah walaalka way egtaba mashiinkii baalkii oo meesha soo ku dhintay way ka soo saartay way ooydo way cabaado isagiiba xaggaa qabatay meel ma yar waa laba sano iyo bar xaggaasay qabatay cadhadii maxaad walaalka maxaad sidaa nagu gashay maxaad sidan ma ku dhibay muxuu ka garan ilma yaroo beriya khushuuc baan jirin iimaan baa jirin xasilooni baa jirin way ku dhegtay isla markiiba siday u haysay isagii nafta kaa baxday isagana naftiba sidii kaa baxday labadiiba musiibadii laba musiibay noqotay maxay samayn iimaan ma hayso wax dejiye male guriga ay gelayeen waa dabaq sare iyadiina waxay tidhi anigana haystiba xaggiiba iska soo tuurtay oo dariiq ku soo dhacday miskiinkii ayaa soo rawaxay duhurkii may waa loo telefooniyo waa loo sheegay musiibaa dhacday soo orod baa la yidhi wuu soo orday wuxuu arkay haweeneydiisii oo meesha lagu hayo oo la qabtay oo u argagaxay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun meeshii baa lagu qabtay ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay musiibadu ay dhacdo ayuu ku ducaystay allahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha kadibna jaarkii baa qabtay in yar bay ka fogeeyeen uu isdejiyey caruurtiisii ba xasuustay salaankii orod ku fuulay labadii caruurah oo meesha ku dhintay ayuu arkay wuxuu ogaaday guriga aan lagu dhisin diin cibaado iyo khayr aan lagu dhisin saasuu ku dambaynaya marka dambe meeshii buu fadhiistay isaga oo le innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun akhiiran dadkii ayuu waxa uu ku waanin jiray inuuna qofku uuna guursan ilaa haweenay iimaan leh nafteeda ilaalinaysa salaa tukanaysa mooyaane ayuha alikhwatu alkiraam nafteennana waxay u baahan tahay shaqo badan bay u baahan tahay mujaahado badan bay u baahan tahay juhdi badan inaan ku bixinno ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaan qubuurta aan ziyaarano oon ku cibro qaadanno ayay u baahan tahay dadkii hore waxay tegi jireen qaarkood waxaa sheekh la oran jiray sheekh la oran jiray ibraahim alxarbi waxa uu yidhi laqad saxibtu axmed ibni xambal axmed ibni xambal imaamkii weynaa ayaa raacay buu yidhi oon la saaxiibay 20 sana 20 sano ayaan saaxiib la ahaa oo la socday buu yidhi sayfan wa shitaa xagaa iyo jiilaalba waqti qabowga iyo waqti kululba leylan wa nahaaran habeen iyo dharaarba wallaahi waxa uu yidhi maa min yowm ma jiro maalin ilaa waxa uu ku dadaalayay cibaadada maalin walba waxaan odhanayay maanta ayuu ka cibaado badan yahay shalay maalin walba waxaan odhan jiray maanta ayuu ka cibaado badan yahay shalay waa sida uu ilaahay uga cabsanayo qubuurta u tegi jiray uu ziyaaran jiray uu ku cibro qaadan jiray uu soon badnaa waxa uu ka cabsan jiray sufyaani thawri marka laga waramayo sufyaani thawri taabiic buu ahaa waxay ku leeyihiin waxaan moodi jirnay inuu dooni uu ku jiro dooniduna ay qaraqmayso ayaan moodi jirnay mar walba wuxuu odhan jiray yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim yacni inuu dooni ku jiro adduunkiiba waxuu ka soo qaaday adduunkii ayuu waxa uu ka soo qaaday isagoo dooni ku jiro oo kale oo la qaraqmayso yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim yaa rabbi waxa ay leeyihiin cumar ibni cabdicasiis iyo sufyaani thawri waxaan moodi jirnay kaanna annaara lam tukhlaq ilaa lahumaa siday naarta uga cabsanayaan inaan naarta aan loo aboorin ilaa iyaka mooyaane cabsi ay ka cabsanayaan cabsi ay ka cabsanayaan naarta
waa naftooda sida u dahiri jireen. caamir ibni cabdillaahi nin la odhan jiray taabiciinta ah, habeenkii ma seexan jiray, markuu aqalka xidho dhulku madoobaado ayuu muxaasan jiray qabrigii iyo aakhira iyo naartii jahannami iyo naarta jahannamo. Nebi muxuu yidhi kun sanaa la shiday ilaa ay ka caddaatay, kun sano oo kale la shiday ilaa ay ka casaatay, kun sano oo kale ayaa la shiday. Fa hiya sawdaa'un mudlima, aad iyo aad ba umadoodu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Abbaaku markuu soo xidho muxaasan jiray naartii jahannamo, hudada ka duuli jirtay, dharaartiiba la arki jiray isagoo luloonayo meelaha taagan. Markaasaa la odhan jiray war maad seexatid, isagoo ugodsay. Markaasaa wuxuu odhan jiray adhaba xaru naari nawm, naarta jahannamo iyo kulaylkaygii ayaa hurdadiiba ii diiday, saasuu odhan jiray. Sidaasay ahaayeen dadkii hore salafu haadihi lumma, saasay naftooda u dahiri jireen oo u meydhi jireen oo uga warhayn jireen. Taa yaa la rabaa inaan isku ekaysiino, man tashabbaha biqowmin fahuwa minhu, man tashabbaha biqowmin xushira macahu, ilaahay kuwaa ha inala soo xashriyo, haan ku dadaalno kuwaasoo kale haan noqonno. Wajazaakum allahu khayran وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.